36 مقعدا نيابيا في المزاد الانتخابي بموريتانيا لم يحسم مصيرها خلال الجولة الأولى من الاقتراع قبل أسبوعين، والتي حصد فيها حزب الإنصاف الحاكم 80 مقعدا من أصل 176 مقعدا نيابيا. مراكز الاقتراع فتحت أبوابها منذ الساعة 7 صباحا لتمكين أكثر من 412,000 ناخب موريتاني من الإدلاء بأصواتهم عبر 1048 مكتبا موزعا على 22 دائرة انتخابية، أربع منها خارج البلاد. عدد المكاتب التي توجه إليها الناخبون صباح اليوم 1084 مكتب، من الأمر يتعلق ب 22 دائرة انتخابية، 18 منها في الداخل وأربعة هي مجموع الدوائر في الخارج. رغم الأقاويل الكثيرة التي سبقت الجولة الثانية من التشريعيات، أكدت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات أن ظروفا هادئة أحاطت بالعملية، نافية وجود تجاوزات من شأنها المس بمصداقية الاقتراع. عملية الاقتراع تجري بشفافية وسلاسة وهدوء لحد الساعة. الملاحظات تابعناها، تظلمات قدمنا لها حلول، لم نجد لحد الساعة ما يرقى إلى التشكيك في صدقية ونزاهة هذا الاستحقاق. لجنة الانتخابات أكدت وجود ممثلين عن الأحزاب المشاركة في كل مكاتب التصويت بما فيها تلك الموجودة بالخارج. أجرينا اتصالاتنا بجميع مكاتبنا في الداخل والخارج، وفي اللحظة اللي نكلمك فيها الاتصال بها جميعا، وقد نأكد لك أن جميع الأحزاب السياسية وممثلينها موجودين في مكاتب التصويت، ونأكد لك بشكل أدق على المكاتب في الخارج أنها ممثلة فيها الأحزاب السياسية. قبل أن تشرع اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات في عد أصوات الناخبين، يرشح الكثير من المراقبين حزب الإنصاف الحاكم لحصد أغلبية المقاعد النيابية على حساب تكتل المعارضة قبل سنة من الانتخابات الرئاسية.